التعلم السطحي يوفر الذكاء الاصطناعي إجابات سريعة وسهلة، مما يشجع الأفراد على اكتساب المعرفة بشكل سطحي. في بيئة تتطلب السرعة، قد يفضل الطلاب الحصول على معلومات مختصرة بدلاً من الغوص في أعماق الموضوعات. هذه السطحية في التعلم تؤدي إلى فهم غير كافٍ وغياب للمعرفة العميقة، مما يؤثر سلباً على القدرة على تحليل المشكلات المعقدة.